في شغل كتير، وزارة المالية ومصلحة الضرائب بيشتغلوا على انه كفاية ورق بقى. لما بكلم دكتور سعيد فؤاد احنا عندنا قاعدة بيانات، عارفين احنا مستهدفين مين وقد ايه الحصيلة او ايه قد ايه اللي احنا عايزين نحصله من الناس. في شغل متعلق بقى انه كفاية الحاجات الورقية، ندخل بقى في عالم التكنولوجيا بجد، يكون في احدث التقنيات الفنية والتكنولوجيا في مقر وزارة المالية، وهيكون في خطة للوزارة للارتقاء بالملف ده، وكمان دايما بنقول العنصر البشري اللي هيشتغل علشان انه يكون عندنا منظومة متقدمة نقدر من خلالها الناس تشتغل بجد وتعرف حقها وواجباتها، ونبقى زينا زي اي دولة متقدمة تحترم نفسها في المجال ده.